دكتور ماجد الشيخ، دكتور أحمد نوح، دكتور أحمد قدح، اللي الحقيقة أورجانيزيشن ولدت عملاقة من أول ما ابتدت، وكل مرة بنلاقي يعني إنجازات أكبر وعلم بيتقدم بصورة جميلة جدا، سلسة جدا، براكتيكال جدا. فبتمنى لكم يا رب دايما كل التوفيق، وإن شاء الله في مزيد من العطاء ومزيد من التعليم الطبي المستمر فعلا. النهارده هنتكلم على الهير لوس، وهنشوف ايه الديفرنت تشالنجز اند انوفيشنز اللي بتتقدم لنا في الحدوته دي. لما بنتكلم على الهير دايما بنقول، بنبدا بانه دايما the healthy hair is associated with a well يعني شخصيه سليمه ونفسيه سليمه، والبني ادم بيبقى فعلا سعيد. عكس خالص لما بتبقى فيه هير بروبلمز، بيبقى دايما معاها ديبرشن ولو سيلف استيم ومشاكل كتيرة قوي. طيب ايه التشالنجز اللي بتقابلنا واحنا بنعالج مشاكل الهير لوس؟ اول تشالنج الحقيقة هو دياجنوزس. احنا عارفين انه بالرغم ان هو very very common skin problem، ودايما عياداتنا العيان بيشتكي من اي حاجة يرجع في الاخر يقول شعري كمان بيقع، اختي شعرها بيقع، يعني المشكله بتاعت الهير لوس دي موجوده على طول في عياداتنا بشكل جامد جدا، والاسباب متعدده، عندنا حاجات كتيره قوي تعمل لنا المشكله دي. اول انوفيشن حلت لنا الكلام ده ديفينتلي هي الديرموسكوبي. الديرموسكوبي من الحاجات اللي فتحت مجالات لحاجات كتيره قوي، حاجات في التشخيص، حاجات في الفولو اب اوف ذا تريتمنت. انما لو احنا هنتكلم على الديرموسكوبي قبل ما نحطه، لازم اشوف وات ايم جوينج تو لوك فور. لازم ابقى عارفه ان انا هبص بالديرموسكوب على فوليكولر ستراكشرز، على البريفوليكولر والانترفوليكولر باترنز، ابص على الفاسكولر ستراكشرز، وابص على الهير شافتس. دي مهمه جدا. ولازم برضو قبل ما احط الديرموسكوبي بتاعي اعرف what is to be considered normal. لازم اكون عارفه النورمال ايه، علشان لما اشوف الابنورمال ابقى عارفه ان هو مختلف. ف what is to be considered normal، I have to have 2 to 3 terminal hair of uniform thickness and color في كل hair follicle. ممكن الاقي fine red loops ولينير arborization vessels، يعني مش كل ما اشوف blood vessels موجوده اخاف واقول دي في مشكله، لان ده normal constituent بيعكس لي the capillaries within the dermal papillary and subpapillary plexus. ممكن اشوف follicular openings لازم تكون موجوده، والاكراين sweat gland duct openings اللي بتبان كوايت دوتس. فساعات لو شفت الوايت دوتس دي ممكن انها تبقى من ضمن الحاجات اللي هي تعتبر normal finding. Androgenic alopecia or androgenetic alopecia أو الفيميل pattern hair loss، مهم قوي إن احنا نعرف إن الهير diameter variability من أهم الحاجات اللي بتشخصها، واللي بتعكس the hair shaft miniaturization اللي بنلاقيها. بتبقى very suggestive of the disease، لأنه الهير diameter variability أو الأنيزوتريكوزيس ده بيعكس the progressive and the unsynchronized miniaturization of the hair follicle، اللي هي طبعا بتبقى genetically determined في السكالب، وهي اللي مسؤولة على التحويل بتاع الترمينال هير لفيلاس هير. لكن من ضمن الايرلي ساينز اللي احنا بتساعدنا في التشخيص وان احنا تو بيك اب ايرلي كيسز، ذا بريزنس اوف ذا بري دومينانس اوف ا سنجل هير ان ذا فوليكولر اوستيا. لان زي ما قلنا في النورمال فايندنجز بلاقي 2 أو 3 موجودين في سنجل اوستيا، انما في الاندروجينيتك الوبيشيا واحده اوف ذا ايرلي ساين is the presence of a single hair compared to the 2 to 4 hair shafts اللي بنلاقيها في الهيلثي individual. طيب دي واحدة. What about trichotillomania؟ trichotillomania أحيان كتير بتبقى سهلة clinically diagnosed، إنما ساعات ال recurrent pulling out of the one's hair ده ما بيبقاش باين قوي، وبيحتاج إنه يبقى identified بال dermoscopy where you can find hair broken at different levels. ألاقي في split ends، ألاقي في black dots، ألاقي في tulip hair، حاجة بيسموها chaotic destruction of the hair، علشان الهير pulling ما بيبقاش بنفس القوة، فبلاقي الهير is cut at different levels. Again, what about alopecia areata؟
الوبيشيا ارياتا من ضمن الحاجات اللي سهله في التشخيص، بلاقي الباتشز الويل ديفايند اللي كلنا عارفينها، انما ساعات لما بتبقى الوبيشيا ارياتا انكوجنيتا presenting with acute diffuse shedding of the telogen hair من غير التيبيكال باتشز ما بتبقاش سهله قوي. بلاقي بقى في الاحوال دي ذا يلو دوتس كواحده من ذا موست سنسيتيف ساين، بلاقي الاكسكلاميشن هير اللي كان لسه دكتور نوح بيكلمنا عليها، ذا بروكن هير، ذا بلاك دوت هير، كل ده بيقول لي ان انا عندي كادافيرايزد هير، وممكن الاقي الوايت دوتس في اللونج ستاندنج كيسز اوف الوبيشيا ارياتا. Actually كل ما بلاقي black dots و broken hair ده معناه ان انا عندي activity و the condition is more or less severe. حدوتة تانية زي الفوليكولايتس دي كالفانز اللي بتبقى موجودة اكتر في الفيرتكس والاوكسيبيتال اريا، وبتبقى عبارة عن recurrent follicular pustules، في شوية اريزيما yellowish gray scales والهيموراجيك crustacean، وبرضو بتبقى مهمة في التشخيص بتاعها بالترايكوسكوبي اني الاقي ده tufted hair ده yellow follicular pustules، وبلاقي tubular scaling اللي هو العامل الكولر formation. يبقى اذا ده اول challenge بنلاقيه في الهير loss disorders اللي هو طرق التشخيص المختلفة للdifferent entities of hair disorders، واللي بيحلها لنا بشكل إيجابي جدا the trichoscopy or the dermoscopy. What about the second challenge? Treatment of female pattern hair loss. عارفين ان المينوكسيدل هو the golden standard بتاعنا في التريتمنت بتاعه، لان بيشتغل بحاجات كتيره قوي. زمان كنا بنقول ان هو بوتاسيوم شانل اوبنر، لقينا ان هو بوتن فازو دايليتر، بيساعد في الانجيوجينيسيس، بيساعد على البروستاجلاندين سينثيسيس، ليه انتي اندروجينيك ايفكت، ليه انتي ابوبتوتيك ايفكت، و ان جنرال هو بيطول الانجين. مش بس كده، ده لقوا انه كمان بيشتغل بيعمل ستيميليشن للريليس اوف جروث فاكتورز من الاديبوز ديرايف ستام سيلز. يعني انا مش محتاجه ان انا اعمل مانوفرز كتيره عشان اوصل للجروث فاكتورز اللي موجوده في الاديبوز ديرايف سيلز، لان المينوكسيد لوحده ممكن بيعمل لنا الشغلانه دي. وزي ما احنا عارفين ات هاز تو بي سلفيتد بالانزيم اللي هو السلفو ترانسفيريز، لكن ساعات بعض الناس ما بيبقاش عندها الانزيم ده، وبالتالي الريسبونس للمينوكسيد بيبقى قليل. عملوا ايه؟ الانوفيشن اللي عاملينها جديده ان هو يلاقوا توبيكال بوستر عباره عن لايبوزومال انكابسوليتد الكالايزنج ايجنت عباره عن صوديوم بايكارب، لقوا بيحول بيعمل تشينج للبي اتش حوالين الاوتر روتشيز، ولقوا انه لما بنستعمل البوستر ده ممكن ان انا اتغلب على المشكله بتاعه السلفيتد مينوكسيد. كمان الانوفيشن في المجال ده، ده اورال مينوكسيدل اللي ابتدى الكلام كتير قوي قوي يتقال عليه، بيتاخد ان لو دوز ان وومن عامه، يعني اللو دوز سواء ان مان او ان وومن. ان وومن بيبقى من ربع لاثنين ونص، وان مان ممكن الدوز بتبقى اعلى شويه. والحقيقه ابتدوا يستخدموه مش بس في الفيميل باترن هير لوس او في الاندروجينيتك الوبيشيا، انما في التالوجين افلوفيوم، في الالوبيشيا ارياتا، لايكن بلانوبايلاريس، فرونتال فايبروزنج الوبيشيا، لقوا ان هو ممكن يبقى ليه استخدامات في حاجات كتيره قوي. انما دايما التركيز ان انا لو هستعمل اورال مينوكسيدل اللي هو لسه ما وصلناش مصر، اخلي بالي ات هاز تو بي افويدد ان كيسز اوف فيوكروموسايتوما رينال اور هيباتيك فيلير. برضه من ضمن الانوفيشنز اللي لقوها في المجال بتاع المينوكسيدل ان هو يتاخد سابلينجوال، ولما بيتاخد سابلينجوال الدنيا بتبقى احسن، انه السايد افكتس بتبقى اقل. وطبعا برضه الانتراديرمال انجكشنز من ضمن الحاجات اللي ممكن نستعمله فيها. بيعمل ريجوليشن للهير سايكل، سواء كان زي ما احنا عارفين الريجوليشن اوف هير سايكل بتبقى هرمونال فاسكولار اند عن طريق ذا وانت بروتين اللي هو الوانت بيتا كاتالين باسوي، وده الحقيقه برضو بيعمل ستيميليشن للهير جروث بطريقه كويسه جدا وبيساعدنا. هو طبعا الوانت سيجنال باسوي ليه ثلاثه ارمز، لكن في نهايته ان هو بيعمل كنترول للهير فوليكل مورفوجينيسيس، وبيبقى في الاخر بيوصلنا انه يعمل لنا اكتيفيشن بطريقه معينه توصل في الاخر للجين اكسبريشن، فبضمن ان انا بطلع الجروث فاكتورز ذات ار نيسيسري فور ذا هير جروث بروموترز، وبيحول لي التالوجين لانجين، وبدخل على نيو
هير سايكل جروس، والحقيقه اللي موجودين فيهم ال1 بيتا كاتونين، البيبتيدوكس جزيل بونولورين، في البالبرويك اسيد، في الفوليستاتين، في الميثايل فالينيت، وكل دي ادويه بتبقى ويل توليريتد، ملهاش سيفير ادفيرس ايفكتس، بتزود الهير كاونت والهير ماس اندكس، وتزود التيرمينال هير دنسيتي، وبتوصلنا لنتيجه كويسه جدا من غير اي سايد ايفكت، وبيعتبروها جود الترناتيف فور ذوز بيشنتس. التشالنج اللي بعد كده ذا يوز اوف انتي اندروجينز. الانتي اندروجين زي ما احنا عارفين ممكن ناخد حاجات توقف البرودكشن زي السيبروتيرون اسيتات، الفلوتاميد، الكيتوكونازول، حاجات تشتغل على الفايف الفا ريدكتيز، او في حاجات تشتغل على النيوكليار ريسبتورز. اجين واحده من الحاجات اللي FDA approved and it is assumed to be the best combination for treatment of female pattern hair loss is the combination of minoxidil with the finasteride tablet. لكن طبعا زي ما احنا عارفين بيبقى ليهم سايد ايفكتس ساعات بتخوف الناس، بالرغم ان هم موجودين في الافيدنس بيز guidelines. لكن الانوفيشن بالنسبه للانتي اندروجينز بتبقى في التوبيكال انتي اندروجين، اللي هو مين؟ اللي هو الكلاسكوتيرون. كلاسكوتيرون 1% كريم، ده عباره عن توبيكال بوتنت بريفرالي سيلكتيف انتي اندروجين، بيشتغل على الاندروجين ريسبتور اللي موجود في السيبوسايتس وفي الهير بابيلا سيلز، وبيعمل كومبيتيشن مع الاندروجين ريسبتور، وما بيعملش انهبيشن للفايف الفا ريدكتيز، وملهوش اي سيستميك سايد ايفكتس. بيبقى من الحاجات الكويسه مش بس في الاندروجينيتك الوبيشيا، في الاكني، في الهيرشيتيزم، هو يعني موجود في امريكا بقاله فتره، لكن برضو من الحاجات اللي لسه ما وصلت لناش لمصر، لكن افتكر ان هو هيبقى من الحاجات اللي هيبقى ليها ايفكت كويس قوي في الحالات دي. الانوفيشن الثاني من ناحيه الانتي اندروجين ذا بريزنس اوف ذا بايكالوتاميد. مين البايكالوتاميد ده؟ ده عباره عن اندروجين ريسبتور انتاجونست، برضو بيتاخد 50 ميلي جرام بير داي او افري اذر داي، ليه potential benefit، إنما مشكلته إنه بيعمل transient mild elevation of the liver enzymes and it is category X، فده ما بيتاخدش مع child bearing period عامة، أو لو كان حد يعني حامل. الانوفيشن اللي بعد كده برضو الاوتولوجس مايكروغراف تكنولوجي اللي بنسميه الـ AMT ريجينيرا. فكرته ايه؟ ان ده innovative and simple effective regenerative method، بنعمل يعني بتتاخد autologous micrograft by activating the native progenitor cells. فحلاوتها في ايه؟ في ان الدونر والريسيبيانت هما الاثنين واحد، لان باخد من العيان وبنزرع فيه، وبتبقى الحكايه in a single session. بناخد ايه من الريجينيرا دي؟ بناخد انجكتبل مايكروغرافت متكونه من سيلز اكسترا سيلولار ماتريكس جروس فاكتورز، كلها ديرايف فروم ذا بيشنتس اون سيل، فممكن انها بتساعد كتير قوي في حالات الفيميل باترن هير لوس والاندروجينيتك الوبيشيا. طيب تشالنج اللي بعد كده اباوت كرونيك تالوجين افلوفيوم، زي ما احنا عارفين انه بيجي يعني الحالات دي I have to look for the acute febrile illness, severe infection, surgery, thyroid disease, drugs ما ننساهاش، سواء كانت الريتينويدز، البيتا بلوكرز، الانتيكواجولنس اللي بقت تستخدم كتير قوي قوي الايام دي، كل دي حاجات لازم نسال عليها. من ضمن الحاجات اللي بتعمل ريجوليشن للهير سايكل وبتحول التالوجين لانجين بسرعه بروتين معين اسمه نوجن بروتين. This noggin protein برضو بيبقى encoded بجين معين وبيبقى produced by the dermal papillary cells and it is essential for the hair follicle development. What about damaged hair? Damaged hair برضو من challenges اللي بتحصل، وزي ما احنا عارفين damage ده بيبقى أكتر مات مع grooming habits، مع environmental insults, excessive repeated chemical treatment، يعني باختصار the bad styling of the hair. ايه اللي بيحصل؟ انه في مادة معينة موجودة على الكيوتيكل اسمها 18 ميزوكسي ايكوزانويك اسيد، موجوده في الاكزوكيوتيكل، ودي اللي بتبقى مسؤوله على الهايدروفوبيسيتي اوف ذا هير. اف ذس ماتيريال از لوست من الباد جرومينج اللي بيحصل ده، الهير هيبقى دامج، هيبقى بورس، هيدخل ميه كتير، هيحصل فيه فريزنج وتانجلينج، ويوصل في بعض الاحيان الى هير شافت فراكشر.
طيب المشكلة إيه أو نحلها إزاي؟ Actually when you have split ends ملهاش حل you have to cut. إنما the proper shampoo and the proper conditioning ممكن إن هو يساعدنا إنه يخلي الدنيا تتحسن. زي ما احنا عارفين الشامبو مش هدفه بس ان هو بيعمل كلينزينج لكن المفروض ان هو بيعمل بيوتيفيكيشن اوف ذا هير وذ ارت اوف شامبو ان هم يعملوا ميكسينج للاكتيف انجريدينتس مع البيوتيفيكيشن بتاعتها. الكاتيجوريز بقى بتاعت الكونديشنر ذات شود بي ابلايد تو ذا دامج هير بتختلف اكوردنج تو ذا ديجري اوف دامج. عندنا الانستنت لو كان في مينيمالي دامج لو في ديب كونديشنينج لو كان في اكستريملي دراي او ننصح بيه بيفور كيميكال تريتمنت لو كان في برضو فاين هير ممكن احط البلو دراينج دول اسيبهم شويه دي دو نوت كونتين اويل انما مناسبين للفاين هير ولو كنت محتاجه هير تيكنر ممكن احطه ككوت حوالين الهير شافت يدي اليوجن اوف اسيك هير. يعني باختصار انه The challenges remain. دايما هنلاقي في challenges in the treatment of hair disorders and others. New solutions are continuously appearing. إنما المهم قوي إن أنا I do a proper diagnosis and I have to do a proper treatment for my patient and do not ever forget to direct your patient to choose appropriate hair care. And by this, I thank you very much. بنشكر أستاذة الأجيال وأستاذة